بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. في هذا الدرس سوف أسلط فقط الضوء على ظاهرة يعني أصبحنا نشاهدها في الفيسبوك، وهي نشر بعض الصور العارية والتي يعني مباشرة يعني يوجد يعني أعلاه يعني رابط يقوم بنشره مجموعة من الأشخاص من دون وعي. يعني فهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بنشر هذه يعني الصور الفاضحة فهم مشتركون في تطبيق ينشر نيابة عنهم. طبعا عند الضغط على الرابط فيأخذك إلى قناة على اليوتيوب، بعد مشاهدة فيديو يشرح لك صاحب هذا التطبيق الخطوات التي سوف يعني تتبع على أساس مشاهدة تلك الصور أو ذلك الفيديو الفاضح، فأنت بعد القيام بهذه العملية بهذه الخطوات سوف تكون مشترك في تطبيق ينشر بالنيابة عنك، بالتالي سوف ينشر عنك بعض الصور الفاضحة في بعض الصفحات على الفيسبوك وأنت لا تدرك ذلك. يعني أنت شخصيا شغال عادي، لكن هناك تطبيق ينشر عنك يعني نيابة عنك بعض الصور الفاضحة. نفس الشيء بالنسبة لإخواني الذين اشتركوا في الفيديو الذي قمت بشرحه قبل أيام في تطبيق على أساس كسب يعني تعليقات كثيرة لمنشورتك، فنفس الطريقة تقوم بها على أساس مثلا إنهاء ذلك التطبيق أنه يقوم بالتعليق نيابة عنك. فالشيء الذي سوف تقوم به أحباب في الله ونسخ الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو سوف يأخذكم إلى متجر التطبيقات إن صح التعبير. تستطيع الضغط على تطبيقاتك يعني مباشرة من على صفحتك على الفيسبوك وسوف يأخذك إلى هذه الصفحة، وتضغط على الرابط كما أشرت الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو. بعد أن يأخذكم إلى هذه الصفحة وأنت يعني فاتح يعني صفحتك على الفيسبوك تضغط على تطبيقاتك يعني هنا مباشرة. بعد الضغط على تطبيقاتك هنا سوف تجد جميع التطبيقات التي أنت مشترك فيها. فقد يكون هذا التطبيق الخبيث الذي ينشر صور فاضحة نيابة عنك موجود من بين هذه التطبيقات التي أنت شخصيا أضفتها مباشرة. طبعا التطبيق الغريب الذي لا تعرفه قم مباشرة بمسحه. كيف تمسحه؟ قم فقط بالضغط على علامة إزالة أمامه مباشرة وسوف تنهي يعني أن يقوم بالنشر نيابة عنك. نفس الشيء بالنسبة للتطبيقات الغريبة التي أنت شخصيا لا تعرفها، قم بنفس العملية بهذا الشكل أحبابي في الله، قم بإزالتها مباشرة. تخلي فقط التطبيقات التي أنت تعرفها، مثل يعني بعض التطبيقات التي يعني تنشر بعض يعني بعض المواضيع الإسلامية التي قد تعود بالنفع عليك بطبيعة الحال، يعني تكسب بعض الحسنات. هذه هي الطريقة البسيطة أحباب في الله التي مع الأسف قد لا يعرفها الكثيرون، لكن بنشر المعرفة تعم يعني الفائدة أحباب في الله. وأتمنى منكم نشر هذا الفيديو على أساس أنه يصل إلى كم هائل من الأشخاص، لأن هناك مجموعة من الأشخاص مع الأسف ينشرون صور فاضحة التي نقوم بمشاهدتها يوميا ولا يدرك ذلك. لهذا هو حل المشكلة أحباب في الله، فهي ليس بفيروس. بعض الأشخاص يقول بأنه فيروس، ليس بفيروس، هو فقط تطبيق خبيث ينشر نيابة عنك. أتمنى مشاركة هذا الفيديو مع كم هائل أحباب في الله. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لفيديو لبونتيغلي 5.com والانضمام إلى صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حوح1981فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.